السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم على أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة لإبداء آرائكم حول ما راح نعرض لكم. عندكم رقمين في الأعلى للداخل، إن كنت ساكن بالعراق من زاخ والفاو تقدر تتصل بينا على أي واحد من الأرقام اللي موجودة في الأعلى. أما الأخوة العراقيين اللي ساكنين في دول المهجر والأخوة العرب من الخليج العربي حتى المحيط يقدرون يتصلون بينا على أرقام الدول الخارج في الأسفل، ونفس الأرقام عليها شارة الواتساب، تقدرون تزولنا رسالة على برنامج الواتساب إن ما قدرت تتصل بينا أن نسمع صوتك بالموضوع، ونقرأ رسالتك إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام بقضية الغضب والشعبي والنقمة الصايرة عندهم بسبب السياسات الخاطئة اللي تمارسها الأحزاب والكتل السياسية اليوم. أكو تظاهرة بساحة النسور بالعاصمة العراقية بغداد، ردد المتظاهرين بها هتافات نددت بسلطة الأحزاب الحاكمة والميليشيات ضمن مساعي ثوار تشرين لإعادة زخم الحراك الشعبي اللي يدعو إلى إنهاء العملية السياسية بشكل جذري. وأظهرت لقطات مصورة المتظاهرين اللي توافدوا على ساحة النسور بالعاصمة العراقية بغداد والمحافظ من عدة مناطق من العاصمة والمحافظات القريبة، وهم شايلين لافتات ترفض السياسيين بالبلاد وترفض نفوذ إيران المتصاعد يوم بعد يوم، وأكدوا أنه تفشي الفساد اليوم في جميع مفاصل الدولة سبب تغول الميليشيات بجميع مفاصل الدولة. خلونا نتابع. تظاهر بساحة النسور ردد المتظاهرون بها هتافات ضد إيران واحتلالها للعراق وتدخلاتها المستمرة بالعراق، وأكدوا إصرارهم على إنهاء حالة الاحتلال الإيراني وإنهاء نظام المحاصصة الطائفية. خلونا نشوف قبل أن نستعرض لكم التغريدات على وسم إيران لن تحكم العراق. إيران ما تحكم بعد، هذا لسان حال المتظاهرين اليوم بساحة النسور، وقبلها إيران برا برا، بغداد تبقى حرة وكذلك باقي المحافظات العراقية، فقط غيروا كلمة بغداد، خلوها ذيقار وخلوها البصرة وخلوها كربلة وخلوها بابل وخلوها النجف رفضا للتدخلات الإيرانية. هاي مو أول مرة الشعب العراقي بها يرفض إيران أو يندد بإيران، لكن المشكلة من يتربع على كرسي الحكم اليوم بالعراق عند رأي مغاير للشعب. الناس علقت على هذا الموضوع وعلى الهاشتاج اللي هو إيران لن تحكم العراق، وأول تغريدة موجودة ويانا من بهاء خليل يقول يجب أن يفهم عملاء طهران أن العراق سيبقى ولن يموت طالما فيه شباب واعي لديه كرامة ولا يرضى أن يحكمه الولي السفيه، هاشتاج إيران لن تحكم العراق. حامد الزيدي يقول لن نسمح لحكم التبعية بالسيطرة على هذا البلد وسنبقى شوكة في أعينهم، وقريبا سيزول هذا الحكم
إن شاء الله هاشتاغ إيران لن تحكم العراق. وإبراهيم يقول سيبقى العراق شوكة في عين إيران. طوال التاريخ كانت إيران تحاول احتلال العراق، وفي كل مرة كانت تخرج مهزومة صاغرة، كما هزمنا إيران في حرب 8 سنوات، سنعيد الكرة في القريب العاجل، هاشتاغ إيران لن تحكم العراق. أما حاتم كريم يقول أصوات العراقيين تصدح من جبال كردستان حتى الأهوار، هاشتاغ إيران لن تحكم العراق. إذا مشاهدينا الكرام كانت أول قضية ويانا، وكان أول ملف عندنا وأول فيديو نشرنا لكم مشاهدينا الكرام، هي التظاهرات اللي صايرة بساحة النسور، اللي المتظاهرين العراقيين اللي موجودين بساحة النسور اللي مثل ما بين لكم الفيديو أنه متوافدوا على الساحة من كافة مناطق العاصمة العراقية بغداد بشقيها الكرخ والرصافة، وكذلك من باقي المحافظات القريبة على العاصمة العراقية بغداد، رددوا بها هتافات، شالوا بها لافتات تندد بإيران، تندد بالأحزاب، تندد بالسلطة الحاكمة. هاي مو أول مرة الشعب العراقي يطلع، هاي مو أول مرة الشعب العراقي يسجل هذا الموقف، هاي مو أول مرة الشعب العراقي يقول كلمته بما يخص التغول الإيراني بالعراق. لكن المشكلة أنه أنت عندك ثلة لا يحكمون هذا البلد، مجموعة متربعين على عرش حكم هذا البلد، هاي المجموعة نفسها هي اللي دا تتعارك، واللي تعاركت قبل كم يوم بالمنطقة الخضراء وبالقصر الجمهوري، هي نفس هاي المجموعة اللي كل انتخابات يبدون يتعاركون بيناتهم ويتصارعون بيناتهم حتى يطلع من عندهم واحد رئيس وزراء. هاي المجموعة اللي تتعارك بيناتها على الفوائد، على البنفيتس، على المصلحة الشخصية، على جيبهم هذا شقد راح ينترس فلوس، هذول نفسهم اللي عندهم رأي مغاير للشعب العراقي. هذا الشعب اللي ما محصل كل شيء يقول لك أنا ما أريد إيران، أنا أريد العراق. أما ذولة لما يطلعوا يوقف يقول لك أنا إذا طلعت إيران فأني ولي نعمتي هو إيران، فأني إذا طلعت إيران ذولة باكر أكبر راح يطلعوني أنا، هم أنا همينة، فشلون أطلعهم؟ أبو أحمد من بريطانيا حياك الله. عليكم، شلونك أستاذ عبد؟ حياك الله أخوي. هذا الرافدين الوطنية. سلمك ربي. العزيز. ذول الناس عارفهم سنتين السنوات يظهرون يطلعون. العملية إذا مشي منظمة وبيها رأس وبيها قيادة تبقى العملية فوضى. ليش؟ لأنه أنت المقابل أدى فلوس وأدى سلطة وأدى نفوذ اللي يتبع للجهات الإيرانية وغيرها وغيرها. هذا اللي دا يقضي أبو تشرين ما عنده كل شيء، يعني يعتمد احتمال على قوة يوم الطري. ذلك لازم يقعدون يرتبون حالهم، يحطون مطالب محدودة، لأن الوضع إذا استمر هيك هي تدخل في 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 باب الفوضى اللي ما بيها نتيجة. يعني ورا فترة هسه دول مثل ما طلع مقتدى الصدر هوس وهاي، وبعدين احنا نعرف النتيجه شنو، لانه هذا الرجل ما عدى في قراره في كلمته. الله يحفظك. الله يسلمك. صحه صحه وعافيه ان شاء الله على قلبك يا رب. الله يظلمك. فدول ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك الاطار، راح يرجعوا جماعته ادى النفوذ، راح يكون يرجع البرلمان، يختاروا الرئيس الجمهوريه، وترجع الامور كأن شيء لم يكن. هذا الموضوع انا دعوه لهؤلاء الاخوه الوطنيين الاحرار أن ينظموا أنفسهم ويختارون مجموعة من الناس الكبارية اللي عندهم يكونون قدوة لهم، يقدمون طلبات وكل جمعة يحاولون يطلعون إلى أن يحسسون أنه يا بترى إحنا ما نريدكم بعد، كافي، تردون تجون تجون غصبا عن الشعب. والدليل نتائج الانتخابات، عدد المنتخبين كانوا ما يتجاوزون 20%، يعني من مجموع خلينا نقول 40 مليون 22 مليون يحق لهم التصويت، يعني فقط 3 ملايين او 4 ملايين صوتوا. حسوا يا موج، ما حد يريدكم، ما حد يريدكم. نعم. والف شكر لك استاذ افل، اذا عندك سؤال انا حاضر. انا اسمعك. ابو احمد سؤال. موجود وياي لو رحت؟ نعم نعم استاذ. ابو احمد سؤال. الشعب العراقي من 2019 إلى حد هاي اللحظة، خلينا نقول ثورة تشرين بدايتها، هو يصدح ويقول إيران برا برا، إيران برا برا، بغداد تبقى حرة، إيران ما تحكم بعد، كلا كلا إيران، كلا للاحتلال، كل هاي الكلمات قالوها. ليش لحد الآن جامعة الدول العربية، المجتمع العربي، المجتمع الدولي ما سمع كلمة شعب ومبقينا ناس الشعب أصلا مرايدهم؟
استاذ أفل العزيز جامعة دول العربية ترى ما له صوت، يعني معروفة احنا ثانيا دول اللي دي يحكمون العراق الان يدرون انه اذا ساءت الامور عندهم ما لهم غير مكان واحد يروحوا له ترى، فلذلك حولوا فلوسهم وحولوا كل امورهم حولوها الى ايران، لان يدرون ما لهم ملجا غير ايران، مثل يعني مثل اي واحد من تنتهي اموره يدري بس ملجا واحد له هو ايران، فلذلك هاي مطالبهم التشرينين مو قويه، ما عندهم فد رئيس ولا عندهم قياده والمقابل عنده كل شيء، هذا الفرق. نعم شكرا شكرا لك ابو احمد. ابو زيد من السعوديه حياك الله يا ابو زيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير يا اخي. مساك الله بالنور اخوي العزيز. يا الله يسلمك يا اخي، انا اتوقع الله اعلم انه كلهم والله من عند الصدر لا عند الالات حقنا هذا الاطار، كلهم والله يضحكوا على الشعب يقسموا الغنيمة الأقل والأكثر. العراق كله ثروات. نعم. بس أنا والله عندي أمل إن دول هذا يطلعوا كله مظاهرات، كل الشعب يطلع مظاهرات. على أساس يأخذوا حقهم من هذول اللي أكلوا الأخضر واليابس، أخذوا أكلوا مال العراقيين كلهم وبنوكهم ومليانة الدنيا وكل ما بطرانين، والشعب المسكين هو اللي يأخذ المرارة. نعم. فأتمنى والله يكون تقوم مظاهرة صحيح ضد كل الفاسدين من عند الصدر لا عند. شكرا لك أبو زيد. ننتقل إلى ملفنا الثاني، وملفنا الثاني عن قضية استهداف الناشطين. هواية تكلمنا عنه، هواية طلعنا بفيديوهات، هواية نقلنا بأسماء، لحد الآن ما انتهت هاي القضية. ناشطين أكدوا وقوف الميليشيات الموالية لإيران وراء اغتيال الناشط في تظاهرات تشرين عباس العراقي بمحافظة ميسان، وأشاروا إلى أن الناشط عباس العراقي اختطف من قبل مجهولين، وراها لقوا جثة مرمية على طريق الرابط بين ناحية السلام وقضاء الميمونة بالمحافظة. وشارك العشرات في تشييع جثمان الناشط عباس العراقي بالنجف، ورددوا هتافات حملت الأحزاب مسؤولية اغتياله واغتيال ثوار تشرين قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة. خلونا نتابع. كان هذا تشيع جثمان الناشط المدني عباس العراقي. أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أفل، احنا حكينا وما بيه الكفاية، بس ماكو فايدة. عندي هاي حكومة مالنا أستاذ أفل، حكومة تحت أحزاب، تحت ميليشيات. نعم. وما تصير لهم كل شارع، يعني المظاهرات وحدها ما تسوي شيء أستاذ أفل. نعم. الله يخليك. هاي إذا مو ثورة ومن الفاو إلى زاخو. نعم. ولا هذول ما تصير لهم بعد، يعني هم ولاهم مو للعراق، هذول لو ولاهم للعراق ما صار بينا هذا اللي صار كليته. نعم. يا عمي العراق ما يصفى، أنا أقول لك ما يصفى، وبعد الأمور راح تتهزم أكثر من الأول. نعم. شنو أحزاب شايل أسلاحها وترمي بالشوارع ورعب وخوف، ما كافي، يعني العرب يعني هم وين يوصلون أستاذ أفل الله يخليك، وين نوصل بعد؟ أجد من هزل هذا، أجد من الإهانات هاي. عمي إحنا إذا ما تتدخل الأمم المتحدة ما تصير المشارك. هسه متعاملين هم على أساس يوم الأربعاء المحكمة الاتحادية راح تقرر على البرلمان، زين وراها شنو؟ ولا شو البرلمان وراها؟ عمي هاي أحزاب مسيطرة أستاذ. وعندك ثقة بالمحكمة الاتحادية أبو عراق؟ يعني سؤال. لا. زين لا هاي أنت هسه دا تتصل بيها وتقول لي أنا ما عندي ثقة، أو أنا أكد لك أنه 80-90% من أبناء الشعب العراقي هم ما عنده ثقة، زين وراها؟ وراها يبقى هذا العراق، ألا اللهم تجينا حكومة تنصبها مني، مو العراق، ينصبوها من هناك من الدول.
لا عمي احنا من 2003 الله يخليك استاذ افريد اسمعني احنا شنو 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 هسه شنو افتهمناه هذول الشباب شنو اللي افتهموه هسه من العراق هذا شو بوك وشركات ومناصب بيناتهم مقسمينها كل لا تقول لي شلع شلع قلع ماكو 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 واحد عنده مخافة وما عندنا واحد هسه عنده ولاء البلد هذا احنا احنا عصاب تحت عصابات استاذ فل الله يخليك ما تصير لنا تجارة خافين تنبلوا العراقيين الشعب العراقي هاي المظاهرة المظاهرة الوراء لا والله ما تصير عمي اذا ما تصير سحب بالشوارع ما كفيت انا شنو راح شنو راح استاذ فل اذا سمعتني شنو راح اطوق الخضراء اطوق انا متكامل الحياطين الله يخليك نعم لازمين هسه يقول لك احنا لازمين البلد عمي اي بلد انت خربت البلد لكم ما تخافون الله انا اشكرك شكرا استاذة. شكرا لك ابو عراق قضية اغتيال الناشطين والثوار ماخذ حيز كبير من تفكير هواية من فئات الشعب العراقي هواية ناس يعني قدموا هواية مطالبات تقدمت مطالبات نشرت مطالبات تصورت مطالبات يعني انبثت طالبوا بها بإنهاء هاي الحالة ومحاسبة المتسببين بحالات الاختطاف حالات التعذيب حالات الإخفاء القسري والاغتيال اليوم استنكر عدد من متظاهري الناصرية بمحافظة ذيقار حادثة اغتيال الناشط عباس العراقي وأكدوا استمرار ثوار تشرين في نهجهم حتى إسقاط الأحزاب وميليشياتها خلونا نشوف وياهم أو خلونا نشوف سوا وخلونا نشوف البيان اللي قدموه والاغتيالات يعود من جديد للواجهة حيث قامت مجموعة من الميليشيات المنفلتة باغتيال الناشط عباس العراقي في محافظة ميسان ونحن نقول لهم مهما فعلتم ومهما مارستم العنف بحقنا فعندنا مستمرون كتشرينيين وثابتون على موقفنا ولن نتردد حتى اسقاط حروشكم المذكورة وحتى اسقاط المنظومة السياسية كاملة لا وكالة الاحزاب والميليشيات لحكم العراق من جديد اننا نسعى الى بناء دولة مدنية تضمن حقوق الجميع ولا تفرق بين عراقي واخر حيث لا يوجد عراقي من الدرجة الاولى واخر من الدرجة الثانية مثل ما هو موجود الان هنالك طبقات سياسية وعملاء يتمتعون بالامتيازات والقصور والرواتب المتعددة وملايين العراقيين هم طبقات مسحوقة غير قادرين على توفير العيشة اليومية إلى أبنائهم نحن مستمرون كتشرينيين وثابتون على هذا الموقف وسوف نفضح كل الميليشيات ولن نتوقف ولن نسمح بتشكيل حكومة مبنية على أساس طائفي لن نسمح بعودة الطائفية لن نسمح بعودة الميليشيات وأننا سنسقط هذه الجماعات الإرهابية التابعة إلى أمريكا وإلى ولاية الفقيه التي دمرت العراق من 2003 وإلى هذا اليوم بعد نشر خبر الاغتيال ونشر فيديو التشييع وهاي المناشدة الناس تفاعلت على هذا الموضوع اختارينا لكم تعليقات من منصة فيسبوك أول تعليق موجود ويانا من مهند مهدي يقول إلى متى نبقى على هذا الحال شنو ذنب هذا الشاب المسكين وذنب أهله لا حول ولا قوة إلا بالله أحمد أبو سجاد الله يرحمه يسقط الفاسدون الغدر شيمة الجبناء أما سدل الله يرحمه استعدوا لكثير من الاغتيالات في الأيام المقبلة مثل ما حدث مع ثوار تشرين فالقتل لديهم الوقت والمال والعميل والخائن والسلاح وأخيرا لديهم القاضي والمحكمة التي لا تجرؤ على كشف أو محاسبة قاتل قتل ثائر أراد العيش بوطن آمن أما أحمد العراقي الله ينتقم منهم دنيا وآخرة يلي ما يخافون الله شباب شنو شافوا بحياتهم الله يكون بعون أمك كان هاي التعليقات حول قضية عباس العراقي اللي تم اغتياله في محافظة ميسان على يد الميليشيات شبيب من الأحواز العربية المحتلة حياك الله يا شبيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى كادر البرنامج ونحييكم على هذا البرنامج الرائع حياك الله خير. أخي أنا ريت بس أنا أوصل هاي صوتي للشعب العراقي تفضل أقولهم أول شيء نظروا للقضية الأحوازية شنها العملوا بيها نعم. من 1925 لما احتلوا الأحواز
شوف ايش عملوا بيها، نهبوا ثرواتها. نعم. هاي الذي يكون احنا نعاين ايران لوراياه طامعه في الدول العربيه. نعم. وخاصه الجيران. نعم. احتلوا الاحواز، نهبوا ثرواتها، عندنا بالالاف بالالاف. هسه قاعد انا قاعد اشاهد القناه العراقيه نفس القضيه الاحوازيه اللي مرت علينا قاعده تمر عليهم. نعم. بالالاف من المحتغلين، بالالاف من المشردين، بالالاف من السجون متروسه من الشباب الاحوازيه. يا اخي ايران هدفها السيطر على الدول العربيه. لو ما تتوحد العشائر كلها العراقيه والشعب كله، ايران طامع ما يطلع بسهوله. ايران ما يطلع بسهوله لو يدري بالالاف. طيب. اخ شبيب المشكله انه انت قلت ايران عندها مطامع بانهاء الدول العربيه. ايران صرحت وقالت احنا سيطرنا على 4 عواصم عربيه، بيروت، دمشق، بغداد، وصنعاء، والطريق الى الخامسه. لكن المشكله انه اكو هوايه موجودين داخل العراق وعندهم سلطه او ما عندهم سلطه، يقول لك ايران هي المنقذ، ايران هي اللي دافعت عني، ايران هي اللي اعادت لي البلد، ايران هي اللي رجعت لي السلطه الحاكمه. انا دا احكي لك لسانهم، دولة شو تقول لهم؟ بس هم ما يفكرون إيران هي طامعة بالدول العربية، هي طامعة، هي تريد الهيمنة على الدول العربية، هي تريد توسع الإمبراطورية مالتها. نعم. هي شوف هي تاريخها كلها، لو تريد تناظر تاريخ العراق إيران كله، هي غير الاحتلال وغير تاريخها كله الاحتلال. ويبيعون لما فرد مرة وزير الخارجية لإيران السابق هو ولايتي يقول شاه إيران لما تعاملوا على القضية الأحوازية أطوا 90% من نفط الأحواز البريطانية، حتى شنو، حتى بس يسيطرون، حاضرين يبيعون بأي ثمن الكان. نعم. يبيعون جيرانهم بس هم يريدون يسيطرون. نعم. إيران خطيرة على الأمة. وإيران ليش الدول العربية، أنا متعجب على الدول العربية ليش خاف من إيران. إيران هي من شكل من 7 قوميات، هي تكون تخاف من الدول العربية، مو الدول العربية تخاف من عدها. إيران مثل بيت العنكبوت تنوب خطير، بس العرب قاسين من عدها وجعدة تدخل ودمرت الدول العربية كلها. وجعدة تفضل اليوم خليج العربي، هاي الضفة الثانية من الخليج العربي هي كلها الأحواز المحتلة. خش وشط العرب اليوم يسمونه أربندرود، وخليج خليج العربي يسمونه خليج فارسي. بعد وين يردون يوصلون؟ وين يردون يوصلون؟ يردون ويردون نفسه يطالبون على شنو؟ يطالبون على ال يردون يصيرون على ال على شنو؟ على يصيرون على ال 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 شو اسمها ال النجف الأشرف، المرجعية. هم يطلبون الولاية المرجعية، المرجعية يطلبونهم. نعم. على المرجعية ما أفادتهم الحكومة، يردون المرجعية هم منهم. نعم. يطالبون على المرجعية. شكرا 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 لك أخ شبيب، وأعتذر منك بس حتى أخذ أكبر قدر من الاتصالات. أبو علي من البصرة، حياك الله يا أبو علي. هلا سعدك أبو علي من بغداد. حياك الله أبو علي، أعتذر منك. أبو علي من عاصمة الرشيد بغداد، حياك الله. هذول اليوم انتفاضة 50 واحد، أي من طالعين على الكاظمي خليه يطلعون الكاظمي. الكاظمي الفاشي الفاشي الفاشي. لا هم ما طالعين على الكاظمي. لا عاد علي من طالعين. طالعين على الشلة كلها. على الكشتار كله. على الكردوس العسكري كله، طالعين شكو واحد بالحكم يقول لك ما نريده. احنا ما نريد لا طائفية ولا نريد محاصصة ولا نريد احزاب تبيع العراق الايران، ولا نريد ايران تتدخل، ولا نريد احزاب تبيع العراق الامريكا، ولا نريد امريكا تتدخل. اذا اللي جوي للحكومة من 2003 الى هسه بمالكيها بصدرها بحكيمها بحيدر عبادي كلهم ما يردوهم. لا استاذ نعم ما استاذ على كيفك خلنا نحكي. لا لا مو انا احكي لك يعني انت قلت علي من طالع يعني شرحت لك قول. اي بس لا مو بكيفك، خلاك استاذي قول مو بكيفك
مو بكيفك ولا بكيف هذول طالعين انتخابات انتخابات تطلع ويال تخبونا وان شاء الله اللي طالع يا انتخابات ابو علي ابو علي لحظه يا انتخابات يعني سؤال جبنا بس لحظه بس سؤال سؤال يا انتخابات انتخابات اللي طار قال عليها مزوره وباقوا الاصوات لو الانتخابات اللي قال التيار ما اعرف شنو لو الانتخابات الشعب اللي شارك بها 19% يا انتخابات يا ابو علي لا استاذ ان شاء الله في انتخابات جديده اي انتخابات جديده أي. وننتخب المالكي حتى يعطي ثلث العراق مرت اللخ لو يضيع 1,000,000,000,000 دولار لا استاذ ما طلع ما طلع دواعش اللي دخلوا من عندكم ابو علي سؤال ابو علي ابو علي بس لحظه اوقف اوقف خلينا نحكي واقع لا. هو من من دخله تنظيم ارهابي الى العراق واخذ ثلث العراق من كان رئيس وزراء المالكي سلام الله عليه من كان من كان القائد على القوات المسلحه المالكي عليه السلام من كان ضباطه لبسوا دشادي شو انهزموا ما حدا شاف ما حدا ذات تجي الواقع النبي صلى الله عليه واله كتب واقع تحت هم يقول النبي اخي 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 بس من رخصتك خلينا نحكي وقائع دا اقول لك دا نحكي وقائع تعرف ايه؟ تعرف بالقانون العسكري ضابط برتبه او مرتبه عسكريه ايه؟ لما ينزع البدله وينزع المراتب اللي هي مراسيم جمهوريه على كل نجمه تصعدها كمرسوم ايه؟ متوقع تعرف لما يبدل وينهزم ويعوف سلاحه وبلد اللي المفروض يدافع عنه وقسم هاي خيانه عظمى زين تعرف بالدستور الخيانه العظمى عقوبتها الاعدام زين تعرف انت اللجنه البرلمانيه اللي تشكلت حول سقوط الموصل جرمت المالك بسقوط الموصل لا استاذي مو اني اخويا انت تقول لي لا روح اقرا البرلمان واللجنه ايش قالت استاذ اسال الله يخليك اللي دخلوا بالموصل وبايعوه وصلوا وراه دواعش اخي اخي انا اعرف منو دخل الموصل دا اقول لك سبب سقوط الموصل البرلمان قال اللجنه اللي تشكلت فيه سبب سقوط الموصل قالت المالكي السبب اذا صوت المحافظه ليش دخلوا وصلوا وراء ابو بكر البغدادي اقول للمالكي يقول للمحافظه ليش ما دخل على النجف الدواعي طيب ليش طيب. ما دخل على بغداد من هو زين عوف 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 المحافظات اللي نطان والالف مليار دولار ضاعت ما اكلم مليار ولا هذه دعايه والصفقات الوهميه اللي والصفقات الوهميه اللي صارت وصفقه لا لا السلاح لا الاوكراني اللي صارت استاذ افهم المالكي تضغط شلون عند صدام اخي انا دا احكي وقائع يعني الصفقه الاوكرانيه مو المالكي بس لحظه الصفقه الاوكرانيه تذكرون ان عند صدام المالكي طيب عند صدام طيب شكرا شكرا لك ابو علي احمد من واسط حياك الله السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك استاذ؟ احمد الله على كل شيء، انت شلونك؟ صحتك الله يسلمك، ابو علي رحمه الوالدك انت تحت. نعم. هذا شو تسولف وياه؟ صديق كذي، يعني هذا كل عقله؟ يعني هذا عقل براسه؟ لا هو حر يعني اخ احمد هو حر رايي حاولت يعني افتهم من عنده شنو الراي، اعطيته بعض الوقائع وجاوبني، نعم. استاذ اغرب باي دوله بالصومال وغيره هذا المالكي ينعدم ثاني يوم صدق تحكي يعني عم انها ناس عقولها مقصوده منتهي يعني نعم يعني تسولف يعني تسولف على ايران ايراني هي ايران تخلف بالعراق تخلف بالعراق يعني اذا صناعه موقفتها ايران هسه نسمع عن الوقفات حتى ايران تمشي مواتها علينا نعم المي قطعت علينا ايران العتاد هذا اللي يحكون عليه طلع في داعش بضعف خذوه جاي يسولفون له على ايران هي ايران زين هي ذاك اليوم يا معلم المتظاهرين مال ثوره عاشوراء نعم اليوم اللي المتظاهرين الله وكيلك لو عندهم كان ذبحوهم الذبح بس ربك هذا الرجال فقير كاف زين علي وياهل يجي دمغه الله وكيلك من هو؟ ياهل يجي دمغه حتى المتظاهرين كاظم الله على جديدهم على جديدهم وكل شيء ما يدبر لا يدبر اقتصاد ولا يدبر صناعه وكل شيء ما يدبر انا قلت لك هاي الحركه ما لي طال هم مجرد يريد يبقون بالسلطه كفاف بالماليه يريد يكوشون علي شلون اخذوا ذنيته
وهم من نفس الشيء يعني وضعيتهم اذا طلع من السلطه يتحاكم. انت شوف اكو ناس يعني طلعت من البرلمان مكلب بمنصب مكلب له بهيئه في سبيل شنو لا يقدم المحاكمه. نعم. وقضانا صلح على محمد اذا ما يروح ياخذ التشريفات من خامنئي ما يصير قاضي. شفت التكريبات وشفت عم العراق والله سبحان الله. بس هذا الشباب اللي طلع ورا الفين ورا الفين هذا الجيل المظلوم هو هذا الجيل الجاحد. نعم. واذا انت تجي للشيخ عشيره المالكي ينطي 100 مليار 150 مليار تعويض ولا نعم. شكرا شكرا لك أخ أحمد. أبو علي من بغداد بما أنه ذكر أنه المالكي هو الرجل الوحيد بس أحب أقول له روح أقرأ مذكرات زلماي خليل زادة اللي كان مندوب الأمم المتحدة وسفير الولايات المتحدة بالعراق. خلي يقرأ مذكرات ويكتشف شلون صعد المالكي رئيس وزراء بعد أن قدم الولاء والطاعة حسب زلماي خليل زادة بمذكراته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالفترة الأولى وقال كل مصالحكم أنا أنفذها، وبالفترة الثانية بنفس الكتاب قال هرب المالكي من عباءة أمريكا وراح لعباءة إيران وقدم لهم الولاء والطاعة. خلي يقرأها ويكتشف هاي الشغلة. سعد من الكويت حياك الله. الله عليكم السلام ورحمة الله. المحترم، أولا أنا أتمنى يعني أن البرلمان والحكومة ينطوا كل عراقي وعراقية ينطوه مليار دينار عراقي أزمة السكن، ويحلوا كمان أيضا البيوت اللي هدمت في الموصل والفلوجة والأنبار. يا أستاذي تقصد تعويض المتضررين؟ نعم كثيرة. المتضررين أقصد المتضررين. نعم. وإحنا لما نتكلم نتكلم حرية رأي لا نؤذي أحد، ولكن نتمنى يؤذينا يشور به السيد أي سيد الصرخي من يؤذينا أو يتهجم علينا بألفاظ نافية سواء بالكويت بالعراق بأي مكان. نعم. نعم. أيضا يا أستاذي المحترم بناء الوحدات الموصل يعني السكن واللي تضرروا وكذلك المتظاهرين تشرين. اليوم أعجبتني أغاني في أعجبتني الأغاني، إحنا نتمنى تحطوا أغاني عراق. نعم شكرا شكرا لك أخ سعد. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. أبو عبد الله يسعدك. هلا بيك يا الغالي. أخبر شلونك عيني. هلا بيك. انت عالسحر حجك ولسانك وقلبك ويهاد ابو علي من تقول له المالكي يقول لك عليه السلام يعني يمثل المالكي سيدنا الحسين وسيدنا علي. نعم. يعني هذا البشر هذا المتخلف هذا البشر المتخلف من يقول لك المالكي 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 شنو انا اذا احكي من ضيم قلبي من يمثل المالكي سيدنا علي يقول المالكي عليه السلام على ابوك يا ابو المالك. لا 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 شكرا ابو عبد الله. ابو عبد الله يعني خلينا نحكي بس بدون اي 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 تجاوز على اي احد ارجوك. نعم. من يمثل شخص بسيدنا علي وسيدنا الحسين هذا كفر عظيم هذا يكفر. يعني بشر هذا يجي يقول عليه السلام السلام على من؟ على سيدنا الحسين وعلى سيدنا علي وعلى اولياء الله. بس هاي ناس متخلفه ناس عقول جهل. نعم. ناس ما عاد تستحيل عطف الله. نعم شكرا شكرا لك ابو عبد الله. ملفنا الثالث عن صراع الاحزاب والكتل والميليشيات على الكرسي وما حصل بالخضراء قبل كم يوم من قبل انصار التيار الصدري اللي صار من تحديث جديد انه منصات تابعه للتيار الصدري نشرت اعترافات لعناصر من ميليشيا الحشد تابعين الى ميليشيا بدر اعترفوا بها بمشاركتهم بعمليات اطلاق الرصاص على انصار التيار الصدري بالمنطقه الخضراء ببغداد. وبحسب المقطع المصور انه ميليشيات بدر نقلت عناصرها من محافظه صلاح الدين الى بغداد حتى يشاركون بالمعارك اللي صارت بالمنطقه الخضراء. خلونا نسمع صوتك. عباس اللقب المحافظه التيار الوكاله صوتك عالي. فوج 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 الرابع امر اللواء شو اسمه مالك ابو عيد عبود امر فوج ابو حيدر. انتم تابعين الى تشكيل حجي شعبي اللواء التاسع بدر. على صوتك وين حجي شعبي اللواء التاسع بدر
منين طلبتوا؟ مصر أحد. شنو كان واجبكم؟ البغداد. البغداد وين؟ البغداد. شنو واجبكم على صوت؟ بالخضراء. هي خضراء. والله ما أعرف. واجبك وين؟ بالخضراء. شنو تسوون بالخضراء؟ يعني بلغوكم بالخضراء وهذه؟ بس بلغوكم؟ اي ترى واجب. بس ما مو بلغوا انا بس ما ادري شلون نقول. الحاج الداول. نعم. الحاج الداول عرفنا. شنو كان سلاحك اللي تحمله؟ بندقية كاش مفروض. العجلات اللي نقلتكم شنو هي؟ رياض. هاي الاعترافات الفترة اللي صارت بها قضية الخضراء، الكل يعرف بقضية الإعدامات اللي صارت داخل القصر الجمهوري بالعاصمة العراقية بغداد. الحلو أنه هم أو غيرهم بس دا يوثقون النفسهم كل شيء. أكو فيديو الداولة ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يبين لحظة اقتياد المتظاهرين السبعة اللي تم إعدامهم داخل القصر الجمهوري على يد الميليشيات الإطار الموالية لإيران بعد اعتقالهم داخل القصر الجمهوري بوقت تلتزم به الحكومة بالصمت حول هاي الحادثة إلى حد هاي اللحظة. خلونا نشوف. بعد ما نشر هذا الفيديو وبعد ما نشرت الاعترافات ومن يوم ما دخل أنصار التيار الصدري إلى قصر الجمهوري إلى حد هاي اللحظة مواقع التواصل الاجتماعي ضج بهاي القضية والتعليق عليها. اليوم جبنا لكم بعض التعليقات من منصة فيسبوك. أبو حسين القريش يقول أدري هسه هذول من راح يطالب بحقهم، مو منو راح يحاسب هذول عدموهم، رغم الصورة واضحة باعتقالهم لو دم الشعب مستباح عدكم. أحمد القرطان يقول الله أكبر على كل ظالم، لازم يحاسبون مبينين المن تابعين واليا جهة موثقة قدام أنظار العالم. أما حسين أبو علي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وقاتل وشارك بقتل الشعب العراقي العظيم الله أكبر. وأمينة الخزرجي تقول هسه القاتل هم من نام الليل مرتاح، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا مشاهدينا الكرام كانت هذه قضية ما حصل بالخضراء واعترافات ميليشيا بدر بنقلهم ومشاركتهم في قمع أنصار التيار الصدري وأيضا اقتياد المتظاهرين السبعة اللي عدموهم داخل القصر الجمهوري. أم أحمد من النجف حياك الله يا أم أحمد. الله يخليك أستاذ أفن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليكم أستاذ أفن. بالنسبة للمتظاهرين يعني تحديدا التيار الصدري هم بكل الأحوال أولادنا. نعم. ونسأل الله أنه تتوضح لهم الصورة صح ومن يطلعون مو يطلعون. نعم. يلبون كلمة واحد هو أصلا قاتل ولو أمرهم قتلوا المتظاهرين قتلوا. نسأل الله يوضح لهم الصورة ويرجعون. نعم. عن هذا طريقهم ويرحم الراحة. لكن كلامي عن خل أعتبره تذكير والتذكير للمؤمنين أن الذكرى تنفع المؤمنين، لكن مع هذا عم تكذب جاي اسمع اللي يقول المالكي. نعم. المالكي هو طلع قال أنا فاشل حالي حال الباقين، هاي وحدة. نعم. خلي يرجع يشوف أكو تسجيل للمالكي النبل من عنده لقاء اتقابل وياه أعتقد ملا طلال هذا اللي كان من يكون. نعم. ماشي. نعم. لا لا خليه وحل الأسماء بالتأكيد يعني. قال أنتوا عندكم معلومات عن اللي حصل تجمعات الدواعش عبورهم للحدود العراقية السورية ومن المداخل اللي باقية اللي هي طبعا اليد الطولة كان بالأمر. نعم. اللي صار بينها هي إيران. رد عليه المالكي قال له معلومات عندي مدة سنة ونص نتابع ومن تجمعت عوائلهم وحفرة والأنفاق. رد عليه المقدم قال لي ليش ما تحركتوا، سكت ما جاوبه ومن جاوبه فيما بعد عذرة أقبح من ذنبه. يعني لا حد ينكر ويطلع لسانه أطول من عنده ويبرر قتل ال 128 ألف من أهلنا بالغربية غير اللي ناس اللي راحت من شهدائنا من الحشد وغير الحشد ومن الجيش والقوات الأمنية، الناس اللي راحت على الفطرة. أنا ما أحكي اللي راح مأمور من خامنئي وغير خامنئي. نعم. اللي راح دافع عن بلده. فاللي يطلع يحكي وراك موت وراك قبر وأنت رجل كبير اتقي الله بنفسك مو بالناس. نعم. اما بالنسبه للمتظاهرين، المتظاهرين دائما يقول سلميه وسلميه، ماشي سلميه على عين وعلى راسي، لكنه انت عندك بالقران يا استاذ افل
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، مو؟ لكن عندك آراء ثانية ولا تركنوا إلى السلم وأنتم الأعلون. والكفار لازم يلقون بمن أنت أعلى، بالحق اللي بيدك. نعم. وليجدوا فيكم غلظة، وقاتل الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هسه تقولي لي ذولا مو كفار، أقول لك كفار، لأنه القرآن وصف الأحزاب بالكفار والظالمين، فويل للذين كفروا من فاختلف الأحزاب من بينهم. نعم. فويل للذين كفروا. فما عرف يطلعوا لي وإيش كم واحد من ذول المساكين قاعدين إحنا سلمية ويوميا مبتاليهم ويوميا مغيبيهم ويوميا مخليهم. نعم. بأشع الطرق يتفننون. قد أستاذ أسهل هذا يعني عن طريق قناتكم يا أمهاتنا يا حبايبنا يا أولادنا يا بناتنا، طريقتكم غلط. نعم. أنتوا ناس منكوبة، والعشائر هي المرتزقة، أغلب العشائر أغلب شيوخ العشائر اللي المفروض هم ينتفضون وياكم لأن هم أهل السلاح مرتزقة، أما شيخ العشيرة الشريف الأصيل قتل. نعم. فهاي معنى السلمية خلي تركوها، خلي يشوفون طريقة ثانية. نعم. شكرا شكرا لك ام محمد. ننتقل الى ملفنا الاخير والمتعلق بكاظم الحائري اللي تسبب تنحيه عن المرجعيه ومطالبته من مقلدي اتباع المرشد الايراني علي خامنئي بازمه داخل التيار الصدري عقب اعلان الصدر اعتزاله بتوصيه من الحائري، كما كذلك وزير الصدر محمد صالح العراقي، فضلا يعني عن ازمه داخل صفوف مقلدي حائري اللي رفضوا الامتثال لولايه الفقيه ممثله بالخامنئي بظل سخط شعبي متنامي على دور إيران بالعراق. ترجم هذا الرفض لوصايا الحائري لمقلديه مقطع مصور جرى تداوله بشكل واسع إلى معمم حرق كتب الحائري ورسائل احتجاجا على طلب الأخير تقليد خامنئي. بعد أن قال السيد الحائري بأن نرجع إلى السيد الخامنئي فلا يشرفني أن أقلد هذا الرجل الذي باع العراق وانهزم، وقد حققت نبوة السيد محمد الصادر عندما قال أنه لن يأتي لأنه جبان، فلا يشرفني أن أقلد هذا المرجع وسأحرق كل كتبه، هذه رسالته سأحرقها، كل رسائله سأحرقها، هذه رسائل الحائري. لا يشرفني أن أقلد مرجع جبان، هذه رسالة الحائري. الحلو كالعادة فترة سريعة جدا طلع لنا نفس المعمم، بس تعرفون ايش قال؟ اعتذر. شوفوا كاظمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العلي العظيم، أحتذر إلى الله تعالى ورسوله وأهل بيته الكرام صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، والمراجع العظام لا سيما سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد كاظم الحسين الحائري، عما صدر مني من سوء تصرف وتعدي غير مبرر على حرمة تراثه الفقهي الذي خدم به العباد والبلاد. أكو ناس قالوا ضغطوا عليه حتى يعتذر، علقوا على هاي القضية رواد التواصل الاجتماعي، وأول تعليق أحمد الجياشي يقول ما دام يقرأ في بورقة فهو مجبور وليس باختياره، لكن بقرارة نفسه لا زال يعتقد بصحة عمله بل وابتلينا. أحمد القشاوي يقول ذكرتني بذاك اللي هوس على سيد عمار ورجع يصيح والله أني يتيم. وأبو صفاء الميال يقول ها خطية هددوه، هذا مثل المهوال حكى وثاني يوم اعتذر. أما ياس العلي يقول هذا يذكرني بالمهوال اللي يقول الخير العدنا مطشر والأحزاب تفرهد بي بعدين رجع واعتذر. كانت هاي ما يخص قضية كاظم الحائري وحرق كتبه ونفس المعمم اللي طلع اعتذر بالفيديو. آخر شيء موجود ويانا هو إزهاق لأرواح وتدمير يعني العراقيين وللممتلكات، هذا ما يجني سكان محافظة البصرة حين تتقاتل الكتل السياسية على يعني منافع شخصية، على النفوذ، على مغانم، بينما تقف الحكومة موقف المتفرج وتنفي وجود اشتباكات مسلحة دامية بين أطراف النزاع. وضع أمني فوضوي اشتكى منه سكان البصرة وطالبوا بوضع حد للعبث بأرواحهم وممتلكاتهم. يتزامن كل هذا مع إعلام ميليشيا الحشد نشر 20,000 مقاتل مع عناصرها بدريعة تأمين زوار 40، الأمر اللي يزيد المخاوف من استمرار الصراع بالمحافظة الغنية بالنفط
خلونا نشوف وياكم عدد من التغريدات اللي نشرت اليوم على موقع تويتر على وسم هاشتاغ البصرة ليست آمنة. حسين المياح يقول: أين الأمان مع وجود هذا الانفلات الأمني؟ لا يوجد أمان، كفاكم كذب وتزييف للحقائق. قولوا أنتم ليس أهلا لحماية البصرة، وقولوا أنتم لا تستطيعون مواجهة سلاح الميليشيات التي جاءت بكم إلى المناصب. هاشتاغ البصرة ليست آمنة. حسين الحطاب: كاذب من يقول البصرة آمنة، البصرة تهتز بقذائف الهاون، الرصاص ملئ سماء البصرة، البصرة ليست بخير إطلاقا، هاشتاغ البصرة ليست آمنة. مصطفى العراقي: البصرة عكس ما يقول المغفلون والمستفيدون، هاشتاغ البصرة ليست آمنة. وحسين العظماوي يقول: بردا وسلاما على أهلنا في البصرة، هاشتاغ البصرة ليست آمنة. هذا ما يحصل اليوم في عروس الخليج العربي، عروس الخليج العربي ورئة العراق الاقتصادية والمنفذ الوحيد العراقي على البحر، هذا اللي يصير بيها وياها اليوم. اليوم البصرة غير آمنة، ونقلنا لكم الملفات اللي حكينا بيها وياكم. مشاهدينا الكرام، العراق بهواية مشاكل وبهواية قضايا، والعراق يحتاج لهواية شغل ويحتاج لناس قلبها على البلد وأبناء البلد. نلتقيكم إن شاء الله على خير بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم باكر بإذن الله بنفس الموعد بنفس القناة أو على نفس القناة. انتظرونا، في أمان الله.